الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا كان حول الباب الذي عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بعنوان باب ان الارض لا تخلو من حجه الله سبحانه وتعالى حكيم قادر والحكمه هي من الاحكام يحكم الامور ومن الاحكام وضع الاشياء في مواضعها إذا أنت وضعت الأشياء في مواضعها فقد أحكمت الأمر وحك وقادر أيضا الله سبحانه وتعالى قد يكون الإنسان حكيما لكنه لا يتمكن من وضع الأشياء في مواضعها والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فلذلك هو حكيم وهو قادر فيضع الاشياء في مواضعها. ومن ذلك الخلق، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بحكمه لا عبث. "افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق". فالله سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته خلق الخلق. ومن تلك الحكمه ان يكون الخلق لغرض وغايه لا عبثا، وتلك الغايه كما ذكرنا في الحلقه الماضيه ان يرحمهم كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني للرحمة خلقهم وطريق نيل الرحمة الخاصة هي العبادة لذا قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقهم ليرحمهم وطريق الرحمة العبادة كيفية العبادة لا يهتدي اليها الانسان بعقله ولا بفطرته العقل والفطره تدلان على ان الانسان يجب ان يشكر المنعم ان يعبد خالقه لكن كيفيه هذه العباده لا طريق للعقل اليها فلذلك الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء والرسل ليعلموا للناس معالم الدين ومن المعالم العباده ومن لطف الله سبحانه وتعالى على خلقه ان ربط هذه الارض وهذا النظام سواء في جانب التكوين او جانب التشريع بحجته بالامام وقبل الامام النبي والانبياء. لذلك الله سبحانه وتعالى اول انسان خلقه هو نبي. ومن ادم عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا واله الصلاه والسلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها الحجه مستمره بين نبي ووصي نبي. الربط التشريعي هو أن الأنبياء ومن بعدهم الأئمة عليهم جميعاً الصلاة والسلام يبلغون عن الله سبحانه وتعالى مباشرة أو بواسطة نبي آخر. يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله ومحمد صلى الله عليه واله علم امير المؤمنين عليا الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام من بعد الرسول بلغ ما قاله الرسول صلى الله عليه واله له وهكذا سائر الائمه كل واحد أخذ علمه في الشرع من قبله إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه واله، والرسول تلقاه من الوحي. فالأئمة ومن قبلهم الأنبياء الواسطة التشريعية بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق. يبلغون الأحكام ويعلمون الشرائع. ومن لطف الله سبحانه وتعالى على الخلق ان هذه الحجه مستمره. نعم احيانا الناس بسوء سريرتهم او بسوء عملهم يرفضون الحجه فهذا مرتبط بهم وليس نقصا في لطف الله سبحانه وتعالى عليهم. يعني اذا نريد نمثل فد مثال بسيط لتقريب الفكره الى الذهن اذا قريه مثلا فيها انتشر انتشرت الامراض فجاء طبيب حاذق الى هذه القريه وبدا يبين للناس الوقايه والعلاج مجانا لا يسالهم اجره بل يعطيهم الدواء مجانا زين إذا الناس رفضوا هذا الدواء أو رفضوا هذا الطبيب أو أرادوا قتله فاضطر أن يختفي هل النقص في الطبيب هل الإشكال عليه أو الإشكال عليهم أن رفضوا لطفه رفضوا خدماته الإشكال عليهم الله سبحانه وتعالى ارسل الانبياء لهداية الناس الى شرعه. هسه اذا الناس رفضوا هؤلاء الانبياء. اذا قتلوهم اذا اضطر الانبياء للنجاة بانفسهم اضطروا الى الاختفاء. المشكلة في الانبياء لا. المشكلة في لطف الله سبحانه وتعالى كلا المشكلة في الناس الذين رفضوا الأنبياء أو قتلوهم أو اضطروهم إلى أن يختفوا الله سبحانه وتعالى حينما أرسل محمدا صلى الله عليه وآله في مكة في بداية الأمر قبل أن يأمره بالتبليغ العام الرسول صلى الله عليه واله في الخطوة الأولى أنذر عشيرته الأقربين فلم يؤمن منهم إلا القليل الأكثر رفضوا بعد ذلك الرسول صلى الله عليه واله بأمر من الله سبحانه وتعالى وسّع الدائرة أنذر أهل مكة بعد ذلك وسّع الدائرة إلى أن الله سبحانه وتعالى امره بالتبليغ العالمي: "وما ارسلناك الا كافة للناس. يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا". زين العشيره الاقربون اكثرهم رفضوا، ابو لهب رفض. اهل مكه اكثرهم رفضوا. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون اكثر اهل مكه لم يؤمنوا وماتوا على الشرك واذا اسلموا فاكثرهم اسلم نفاقا لم يؤمنوا بقلوبهم الا القليل منهم زين. عدم قبول ابو لهب ابو عدم قبول ابي لهب وابي جهل للاسلام كان بسبب الاشكال فيهما العناد والعتو فيهما وكذلك في سائر المشركين. لا نقص في تبليغ الرسول صلى الله عليه واله فذكر انما انت مذكر لست عليهم مسيطر الرسول صلى الله عليه واله ادى تكليفه باحسن وجه لانه كان مكلفا بالتبليغ وبلغ باحسن وجه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الرسول فعل وقد بلغ رساله الله سبحانه وتعالى الاشكال فيهم لا الاشكال في الرسول لا الاشكال يرد على مثلا ان الله لم يلطف بهم، لا لطف بهم. زين، اهل مكه ارادوا قتل الرسول صلى الله عليه واله فاضطر الى الهجره حينما هاجر الى السنه الثامنه حيث كان فتح مكه في هذه السنوات المشركون جعلوا حصارا على اهل مكه من تبليغ الرسول صلى الله عليه واله. هنا الرسول ما كان يتمكن من تبليغ أهل مكة إلى أن فتح مكة هل المشكلة في الرسول؟ لا المشكلة في أهل مكة والملأ من القوم الذين أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وآله فاضطر إلى الهجرة الله سبحانه وتعالى بعد الرسول عين أئمة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة كما ان الله سبحانه وتعالى يعين الانبياء ولا شان للناس في ذلك اكثر الناس رفضوا الانبياء لا شان لهم في ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين الانبياء كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين الامه الخلفاء للرسول الله يعينهم والرسول بلغ ذلك هذا ليس من شأن الناس حتى يقبلون لو ما يقبلون مثل الصلاة الله أوجب عليك الصلاة قبلت أو ما قبلت الله سبحانه وتعالى له الولاية على الناس تعيين الإمام كذلك وسيأتي مفصلا بحث ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة زين بعد الرسول صلى الله عليه واله أكثر الناس رفضوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المشكلة فيه مو في أمير المؤمنين المشكلة في الناس كما أن أكثر الناس رفضوا الأنبياء وقتلوهم المشكلة كان في الناس ولم يكن في الأنبياء زين يوم أن أمير الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تبوأ السلطة الظاهرية بعد مقتل عثمان بايعه الناس فنهض بالأمر زين جماعة نكثوا صارت حرب الجمل. جماعة قسطوا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. جاروا عن العدل. عن الصراط المستقيم. فقاتلوا أمير المؤمنين في صفين. وجماعة مرقوا مروق السهم يعني خروجه من الطرف الثاني. السهم يوضع في القوس اكو حبل واكو قوس فهذا الحبل يجر ثم يرمى السهم احيانا يفلت السهم من الحبل هذا يسمى المروق هؤلاء مرقوا من الدين الخوارج حاربوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وبالنهايه قتلوه زين المشكلة في أمير المؤمنين؟ لا، مو المشكلة فيه. هو يعمل حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى، وحتى حتى حسب علم السياسة وعلم التخطيط الحربي أمير المؤمنين خططه كانت صائبة، لكن كما قال: لا رأي لمن لا يطاع. الناس خربوا النصر. الناس خذلوا أمير المؤمنين. نكثوا البيعة، مرقوا، قسطوا. بعد امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ايضا كذلك غالب الناس بالنسبه الى الامام الحسن بالنسبه الى الامام الحسين الى الامام الحسن العسكري الله سبحانه وتعالى اخفى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا اخفاء من لطف الله تعالى على الناس ايضا على رغم ان الناس لا يستاهلون ولا يستحقون وقد ظلموا والله سبحانه وتعالى أمهلهم سنوات طوال من بعثة الرسول صلى الله عليه واله إلى استشهاد الإمام الحسن العسكري أكثر من 260 سنة الله أمهلهم لكنهم يعني لكن الأكثر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الأكثر لا يعقل لا يعقل الاكثر لا يؤمن، الاكثر يشرك، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فالله سبحانه وتعالى من جهه عقوبة للناس، ومن جهه اللطف بهم. اخفى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فامره بالغيبه. هنا المشكلة مشكلة الغيبة مو مشكلة الامام. ولا عدم لطف من الله، لا، وإنما مشكلة الناس. زين تقول احنا شنو ذنبنا؟ الناس فيما مضى ظلموا الرسول، ظلموا الأئمة، وفعلوا ما فعلوا، احنا شنو ذنبنا؟ الجواب انه احنا، أيضاً إذا الإمام يكون كان بيننا، الأكثر كان يخذله. المجتمع الآن ليس افضل من المجتمع في زمان امير المؤمنين، وليس افضل من المجتمع في زمان الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، وليس بافضل من المجتمعات التي كانت في زمان الائمه. فلذلك المشكله موجوده فينا ايضا. اكو في الايه الشريفه الله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود الذين كانوا في زمان الرسول في فلم تقتلون أنبياء الله من قبل زين يسأل سؤال أنه اليهود الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله بينهم وبين قتلة الأنبياء قتلت يحيى وزكريا وقتلت غيرهم من الأنبياء مئات السنين فكيف يخاطبهم الله سبحانه وتعالى فلم تقتلون أنبياء الله من قبل الجواب الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لأنهم كانوا راضين بفعل أسلافهم. والراضي بالقتل شريك فيه. فنسب إليهم القتل لأنهم كانوا راضين بفعل أسلافهم. وحتى في الأحاديث أن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ينتقم من قتلة الإمام الحسين. زين واحد يجي يسأل قتلة الإمام الحسين قبل أكثر من ألف سنة انتقم منهم المختار الثقفي وقتلهم واللي فلتوا من العقاب الدنيوي ماتوا والله سبحانه وتعالى أخزاهم في نار جهنم زين في زمان ظهور الإمام المهدي لم يكن ولا يكون أحد من هؤلاء القتلة حيا حتى الإمام ينتقم منه زين نفس الكلام هنا يقال أكو ناس راضين بفعل أولئك هذول النواصب هسه يمكن واحد الان في هذا الزمان يستعمل النفاق ولا يصرح بذلك بل يظهر انه يحب اهل البيت عليه الصلاه عليهم الصلاه والسلام لكن قلوبهم مليئه ببغض اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هسه ما يقدرون يقتلون الائمه عليهم الصلاه والسلام يقتلون اولياءهم واتباعهم وعندما يظهر الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء يقاتلون الامام كما قاتل الخوارج امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، وكما قاتل المشركون رسول الله صلى الله عليه واله وكما قاتل بنو اميه الامام الحسين عليه الصلاه والسلام هؤلاء النواصب يقاتلون الامام المهدي عليه الصلاه والسلام وفي القتال يقتلهم الامام لان حرب. هم هؤلاء راضون بقتل الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ولذلك يريدون قتل الامام المهدي. فالله ينتقم منهم بقتلهم. زين. فاذا الله سبحانه وتعالى انزل لطفه، الامام موجود لكن بسبب سوء فعل اكثر الناس الله سبحانه وتعالى حجب عنهم الامام، والامام موجود ويقوم بمهامه التي اوكلها الله سبحانه وتعالى اليه. هسه واحد يمكن يسال احنا الان الاحكام الشرعيه مثلا كيف نتلقاها من الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو غائب عنا لا نتمكن من الالتقاء به الجواب على ذلك نفس الأئمة عليهم الصلاة والسلام في زمانهم نفس الحالة كانت موجودة يعني أنت عندما تراجع الكتب الأحاديث الكتب الحديثية كتب الروايات تشوف أكثر من 60% من الروايات عن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم الصلاة والسلام لماذا؟ الأئمة 12 الرسول صلى الله عليه وآله سيدهم لماذا أكثر من 60% من الروايات أو أكثر من الامام الصادق والامام الباقر عليهما الصلاه والسلام. لان ذلك بسبب ان الظالمين منعوا تداول احاديث الرسول سنوات طوال. لذلك بمرور الاجيال كثير من الاحاديث التي بينها الرسول صلى الله عليه واله نسيت مو يوم يومين حوالي 100 عام يعني من وفاه الرسول صلى الله عليه واله في اوائل سنه 11 من الهجره الى يوم ان فتح عمر بن عبد العزيز باب تدوين الحديث عمر بن عبد العزيز كان الحاكم في سنه تقريبا 100 قبل 100 وبعد 100 بسنة سنتين هو سنتين حكم طبعا الفتح مفت... محدود امر الزهري ان يكتب هذه الاحاديث زين 90 سنة هذه الفاصلة وبعدين استمر منع تدوين الحديث وفتحه بشكل جزئي لسنوات بعد ذلك زين اجيال تبدلت كثير ضاع بعدين كذابه كانوا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه واله فاختلط الصحيح بالسقيم الائمة عليهم الصلاة والسلام في سنوات طوال كانوا يبينون الصحيح من غير الصحيح لكن الظالمين ما كانوا يعطوهم فرصة وحتى الإمام إذا هو يريد يبين الناس يخافون يجون عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أما في زمان أواخر بني أمية وأوائل بني العباس صارت فترة انشغال بني أمية ببني العباس، فالأئمة عليهم الصلاة والسلام الإمام الباقر والإمام الصادق استثمروا وانتهزوا الفرصة وبثوا هذه العلوم. زين. بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضاً صارت حالة من الإرهاب والتقية الشديدة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا كثيراً ما في حصار، هسه إمام مسجون في سجن أو لا في حصار يعني الناس تخاف تلتقي به. فإذاً الامام المهدي عليه الصلاه والسلام والآن هو في الغيبة حالة كحال الامام الحسين، كحال الامام الحسن، كحال الامام الحسن العسكري، كحال الامام الجواد والهادي وسائر الائمة من حيث تبليغ الاحكام، لكن مع ذلك اللطف موجود. بأي معنى اللطف موجود؟ عندنا مسألة الاصوليون يذكرونها في كتاب أصول الفقه، في كتب أصول الفقه مسألة الإجماع. إذا أجمع العلماء على شيء، على مسألة، هذا الإجماع حجة، لماذا الإجماع حجة؟ من وجوه حجية الإجماع أنه عن طريق الإجماع نحن نعلم بقول الإمام عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام ضمن المجمعين. ألطاف الله سبحانه وتعالى على الناس مستمره عن طريق الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه طريقه احيانا الامام عليه الصلاه والسلام حسب ما ينقل يلقي الكلام الى بعض العلماء فتنفتح عندهم افاق يذهبون الى القران الى روايات الائمه السابقين فيستفيدون الحكم الشرعي. أحيانا بطريقه غيبيه يلقي في اذهان العلماء المطالب. طبعا هم لا يتكلمون جزافا. وانما هذه المطالب موجوده في القران الكريم، موجوده في روايات الائمه السابقين، لكن استنباطها احيانا الانسان يقرا القران، القران كل شيء فيه. إذا تدبر في القرآن كثير من الأشياء تكتشفه لكن أح أكثر الأحيان الإنسان غافل فبإلقاء إشراقة في ذهن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى تنفتح له آفاق هذا مو معنى أن كل واحد يجي يقول قال الإمام المهدي كذلك نقول زين في يا كتاب يقول قال لي مثلاً أو قال لفلان هذه لا تصدق الحكم الشرعي بهذه الطريقة الله سبحانه وتعالى لم يرده لأنه كثير من الناس يريدون يستغلون هذه الحالة يتلاعبون بعقيدة الناس أو يلغون الأحكام الشرعية بهذه الطريقة لذلك الله أغلق هذا الباب وإنما بطريقة أخرى بحيث أنه من القرآن الكريم ومن الروايات الموجودة من الأئمة السابقين يستنبطون الحكم الشرعي بلطف من الله سبحانه وتعالى عن طريق الامام المهدي عليه السلام. الان بعض الاحيان انت تشوف مثلا بعض الفقهاء يجي الى روايات يستنبط منها او الى ايات قرانيه يستنبط منها احكام جديده. زين هذه الاحكام ليست هي في الواقع جديده، كانت موجوده في القران. كانت موجوده في الروايات، لكن استنبطها. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استنبطها. استخرجها هاي شغلة الخبير زين الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده المؤمنين بالعلماء مثلا عن طريق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فالإمام يلقي في أذهانهم أو بأية طريقة أخرى فإذا الله سبحانه وتعالى لطف بخلقه لكن إذا أكثر الناس رفضوا هذا اللطف فالمشكلة منهم، ومع ذلك الإمام في غيبته كالشمس تحت الحجاب، أنت بعض الأحيان تشوف مثلا أيام السماء مغيمة الغيم ملأ السماء، لا ترى الشمس لكن هذا معناه أن فائدة الشمس معدومة؟ كلا، فائدة الشمس موجودة النور موجود، الحرارة موجودة. نعم مباشر ماذا تستفيد من الشمس؟ لوجود غيوم مانعة. ولولا الشمس نظام المنظومة الشمسية بما فيها الأرض لاختل حتى لو أنت ما الشمس. الإمام في الغيبة كالشمس تحت السحاب. فإذا الأرض لا تخلو من حجة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى فيظهر رسول فيظهر الامام عليه الصلاه والسلام للناس اجمع فيباشر عملا بشكل مباشر بهدايه الناس اذا كان بشكل غير مباشر في زمان الغيبه يكون بشكل مباشر زين هذا الجانب الاول اللي هو الجانب التشريعي الجانب الثاني الجانب التكويني هسه بالنسبه الى الجانب التشريعي هذه الروايات في هذا الباب، مثلا الحديث الثاني الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول: ان الارض لا تخلو الا وفيها امام. لماذا؟ يقول: كيما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم وان نقصوا شيئا اتمه لهم. اذا زادوا او نقصوا في مسائل الدين الامام عليه الصلاه والسلام يرجعهم الى الدين اذا هو زائد يرجعه، اذا هو ناقص يكمله. في حديث ثالث الامام عليه الصلاه والسلام ايضا الامام الصادق يقول: ما زالت الارض الا ولله فيها الحجه. زين شنو شغله هذه الحجه؟ الوظيفه الاولى اللي هي الوظيفه التشريعيه يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس الى سبيل الله. في حديث اخر الامام عليه الصلاه والسلام الامام الباقر او الصادق يقول ان الله لم يدع الارض بغير عالم العالم المطلق هو الامام غير المعصوم علم محدود الايه الشريفه تقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا انت اذا شفت اعلم العلماء علمه قليل ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء لكن الامام عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى علمه كل الشريعه وايضا كل الاحداث وهذا سياتي تفصيله ايضا ان الله لم يدع الارض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل وهناك ايضا احاديث اخرى هذا بالنسبه الى الجانب الاول اللي هو الجانب التشريعي، اما الجانب الثاني وهو الجانب التكويني يعني فائدة وجود الامام والغرض من وجوده تكوينا في حفظ نظام الكون ان شاء الله سنتطرق اليه في حلقة قادمة. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين. thank mm -hmm.